السلام عليكم، ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. فيديو النهاردة هو الاعتناء بطفلي أثناء تعبه. كيوا توتيمو تايهن ديس اونيتس غا اريماس غوهان مو امال تابريمازن جامب مو ديكيمازن كاناجي ديس. في الأول مالك تعب والحمد لله بقى كويس، لكن بعدها كريم تعب وعشان كده اتأخرت عليكم في الفيديوهات. أتمنى أن الفيديو يعجبكم. زوجه هو اللي هيروح يودي مالك الحضانة وهيتأخر شوية عن الشغل، لأن كريم منامش بالليل كويس وصحي متأخر. طبعا أثناء تعبه بيبقى المود بتاعه وحش جدا. قياس ومتابعة الحرارة حاجة مهمة جدا لو الطفل عنده حمى أو حرارته مرتفعة. كانت وصلت لـ40 بس الحمد لله هو حاليا أحسن شوية من الأول. يفضل الأكل الطفل أو حتى الكبار أثناء التعب إن يكون أكلهم خفيف وسهل على المعدة، يعني زبادي، حساء خضروات كده. بسم الله بسم الله. طبعا الشهية بتقل كتير فبحاول أكله على قد ما أقدر بس مش أغصب عليه. هحضر الوقت وجبة خفيفة وصحية وتنفع كمان لكل الأعمار، يعني ممكن مثلا تزودوا أو تنقصوا في المكونات دي على حسب ما انتوا عايزين. ابني كريم الوقت 9 شهور ونص تقريبا. هقطع المكونات قطع صغيرة قوي، ممكن مثلا لو حابين تبشروها عادي. لو حابين تجربوها للكبار ممكن تقطع الخضار قطع كبيرة، وممكن بدل السمك يبقى فراخ. ده سمك ساكي نوع من السلمون، ويعتبر رقم واحد المفضل ليا من الأسماك، وهو مفيد جدا صحيا، يعني طعم وقيمة غذائية في نفس الوقت. بقطعه قطع صغيرة برضه. بغلي مية وبضيف الأول السمك بالجزر لأنهم بياخدوا وقت أكتر في التسوية. وبعد مثلا دقيقتين بحط بقية المكونات. أنا حبيت إن الوجبة تكون فيها ألوان كتيرة، وبالأخص لو كان في طماطم حتى لو قطعة صغيرة بتدي برضك لون وقيمة حلوة للي بيحبوا الطماطم هيحبوها. بعد كده بضيف الرز، والرز ده مسلوق والكمية حوالي طبق صغير كده. هضيف حاجة بسيطة من القرفة والكمون، والاتنين دول مفيدين صحيا جدا. ومش هضيف بهارات تانية لان الطفل قبل سنة مش بنضيف الملح او البهارات التانية. بالنسبة للكبار ممكن تضيفوا ملح. بسيبهم يستووا مع بعض بس بقلب من وقت للتاني، وبتوصل معانا بالشكل ده تقريبا. بالنسبة للاطفال 6 و7 شهور بنهرسها اكتر علشان تبقى سهلة عليهم. زي ما قلت متابعة الحرارة مهمة جدا. هروح الوقت العيادة، هي على بعد شارعين تقريبا يعني مش بعيدة. استلمت أدوية وهروح تاني بعد يومين لتحاليل تانية. لما الحرارة بتكون عالية ومش بتنزل بحاول أديله حمام بمية فترة، يعني مش سخنة ولا باردة، حوالي 10 دقايق مثلا، وبلبسه هدوم ما تكونش تقيلة وبتنزل درجة حرارته شوية. هرست شوية الغداء علشان أسهلها عليه أكتر. يا بسم الله بسم الله. ها يلا ستي، ها
شاطر شاطر يا قلبي ماما شاطر. عشان كمان الشهية بتقل فبحاول اني اخليه ياكل، مثلا اديله لعبة او اننا العب معاه او كده. الحرارة لما بتكون عالية مهم جدا جدا انه يشرب كتير علشان يعرق والحرارة تنزل، لكنه مش عايز يشرب، عشان كده بحاول انا اجرب باي طريقة ان انا اخليه يشرب على قد ما اقدر. معظم ادوية الاطفال هنا عبارة عن بودر وصعب على الاطفال انهم يبلعوه. جربنا طرق كتيرة جدا، بحط مثلا دواء جوه موز او سناك او في عصير، لكن ما نفعتش الطرق دي. ولكن الطريقة دي هي اكتر طريقة نفعت معانا، ان انا بضيف نقط بسيطة قوي من المية على الباودر وبجمع الدواء على الصبع كده وبحطها في جوف الطفل من الجنب. في فترة تعب الاطفال بيبقوا عايزين يفضلوا مع الام معظم الوقت، ولو سبته بيعيط وميرضاش ينام خالص. وفي نفس الوقت لازم اخلص شغلي فبشيله في حمالة البيبي وبعمل شغل البيت عادي جدا. كريم نام وانا بعمل شغل البيت لاني شايلاه، لكن لو حطيته في السرير هيعيط ومش هيرضى ينام. هكمل شغل عادي وهو اصلا للاسف مش بينام كتير من التعب. فعلا صحي بعد فتره قليله عن المعتاد. هنروح نجيب ملك من الحضانه. الخروج فترة كبيرة مش حلو ليه، لكن لو حاجة بسيطة يبقى تمام. والجيران هنا زرعين أشجار فواكه فبمشي أبص عليهم، مثلا زرعين خوخ بس خلص الوقت دي، وفي اللي زرعين رمان وطارح وفي كمان تين، وفي زرعين كاكا واستفندي. هنا الناس تزرع فواكه وأزهار كتيرة ودي طبعا حاجة جميلة جدا. جبنا مالك من الحضانة، احنا كده قدام بوابة الحضانة، لكن مالك شبط انه يقعد في العربية فشلت كريم في الحمالة ومالك في العربية. شو مالو حبيبي؟ شو مالو؟ لو هتلاحظوا الشجرة دي فيها فواكه بس خضرة يمكن مش ملحوظة قوي. منظر البيوت من التل ده بيفكرني بالانمي، مين جاله نفس الاحساس زيي؟ لما رجعنا مالك لعب شوية مع اطفال الجيران. ده بودنج الفواكه معمول من التفاح والموز والبرتقال، طعمه جميل وصحي وخفيف. ان شاء الله هبقى اعمل طريقه لو عايزينها. اسال الله ان يشفي اولادي واولاد اختي وكل مريض يا رب العالمين. كده فيديو النهارده انتهى، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناه. هتلاقوا قناه اختي قناه تارسمس بتعمل فيديوهات ممتعة جدا ومضحكة، بتقدم مواضيع شيقة وكوميدية في نفس الوقت. أتمنى تزوروا قناتها وتشجعوها بالاشتراك،
وشكرا لكم، ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء ميناسان ميتكريتي اريغاتو غوزايماس ماتاني.